يعني كان جدي جايبين. تعرفون اخوك صغير ولا اختك لما تقفل عليك وانت في المطبخ بيصرصور ولا شيء؟ ما اقدر افتح الباب تقفل. السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد، معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع راح نكمل فيه لعبتنا الطيبه، لعبه ثلاثيه الشيطان او دبل ستيت. فيلا ننطر المقدمات، خلونا على طول نكمل في اللعبه. طبعا وصلنا للمكان هذا اللي هو فيه مستشفى، اللي فيه البنت هذيك اللي اسمها سي فور. احنا اخر شيء قاتلنا ذاك الخال، نسيت اسمه. نايس. اوه عندهم ار بي جيات وجع. خلنا نشير على ار بي جي. حلو. على طول يخلص السلاح. كفر 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 من الناس، كفر. الايم رايح في عين امها. والله ومشكله متعود على الجايروسكوب حق الويو اسوي كذا احرك باليد. الحركات الجديده خربتنا. قنبلة. اوكي بعيدة. طلعوا روسكم. بيخلص سلاحي ذولي لسه. طيب خلنا نشيلهم بس القنص. اطلع. جالسين. وجع يوجع ذا الوجه يا شيخ. إيه. الله زهقوني. بس صراحة ما قد شفت يعني ذكاء اصطناعي مثل الذكاء هذا، يعني ذكاء كويس انه يتخبى فترة طويلة وعادي، يعني يقول لو تموت ما يطالع لك عادي. زي كأنه انسان يعني. اطلع. ما يحتاج اطلع، اشيل ام راسه وهو متخبي. ايه يا شيخ. يلا يا شباب. رشاش رشاش. تأكد تسجيل كل شيء تمام. في سنايبرز. في واحد جا هنا. السنايبر نشيله بالسنايبر. هذا لسه. اخوياي ذولي. وجع. وين ذا اللي يضرب؟ جامدين.
يوقف عندي خويي ما ادري ايش يبغى يعني. يوم رحت راح لا ما راح. اي نتفت حق روكت لانشر. يا شيخ طفشوني. وين ندخل هنا؟ ايه علق. في دروب فريم من اللعبة نفسها، ما ادري اذا مبين معاكم في التسجيل ولا لا. بس اللعبة نفسها فيها دروب. هذا البلازا اللي لازم نروح له. طيب ليش في فتحتين؟ اوكي هنا كولكتبل. تعالوا تعالوا شباب تعالوا. اوكي في رشاش آلي او اوتوماتيكي. ول حرقوا الناس وجع. يا سلام والدبابة صواريخ. وجوع فجرت امها. داي ليش نزلتني؟ خلني اشيلهم من فوق. الله ما عندك سالفة قائد غبي. في حد اخذ هذا؟ ما حد. بس في صواريخ تقطيع من كثر الزحمة. كانت تقطع اللعبة. ول 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 وين وين اللي يرمي صواريخ؟ وين هذا اللي يرمي؟ قاعد ادور عليها بشيل اول واحد. اتوقع ابغى ندخل على طول. اوكي ندخل على طول. اوكي اوكي اوكي. نسيت التحكم. هبلع هبلع. نسيت التحكم والدوج وال ايش اللي يسوي دوج اصلا. لا 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 اوكي هذا اللي يسوي دوج.
فقعت وجه الخال تبي ما فق وجهك انت بعد. قاعدين يضربونا بالصواريخ يبون يهدمونا علينا. هنا شيء لا. هنا شيء لا. آه هنا طريق. طيب احنا بنطلع يعني مش مين قال ان احنا ما نبغى نطلع؟ واحد متعور. لا احنا اصدقاء. احنا اصدقاء. كولكتبل. لازم اركب فوق السيارة عشان اخذه. الغباء. ما راح نأذيك. وال ليه؟ Whatever it is, it's not human. آه زومبي. Sending an image for evaluation. في شيء هنا؟ عندي اسم من هنا، اوكي. يا سلام يا الذخيرة. بدل. لا هذا سنايبر، تصير سنايبرين؟ لا. يا شيخ. بدل سنايبر بسنايبر. حلو. الحين معي اسلحة زينة، سنايبر جديد. يا مؤدبي اللي يفتح الباب ما عرفتك. وجع. طيب ايش المفروض نسوي الحين؟ هذول دبابات. واو رهيب السنايبر ذا. يا عمري اللي يدخن. فاضي. أح أح. والله جامد سنايبر ذا. فارق إيش؟ يا هو طيب كيف اشيل ذا الشيء؟ ايش
Assad's secret lab? Infrared imaging shows an underground facility beneath the building. I'll drill you a hole straight to it. Wait, take we're danger cover. Close. 3 seconds to shit! Impact. Heads down! Well... هي اللي يطلق الصاروخ عشان تفتح لنا فتحة بتذبحنا. All right, one at a time, down the hatch. One at a time يعني واحد ورا الثاني. ففي البداية نطوا اثنين مع بعض. ما ادري تنرفزكم ذي الاشياء بس انا تنرفزني صراحة. وانا تايم معناته وانا تايم. وش اثنين ينطون ورا بعض؟ غربان ما ادري ما ادري خفافيش ما ادري. Watch it. That ceiling's unstable. طيب واخر عنهم ها. اه. Stuff with the cages. Well, يا القوة. Delta, we may lose voice comm if you go deeper, but I can track your positions. Copy that. ما احتاج هذا عندي سكينة. كان نرجع لسجن. لا. هنا هنا اوكي. اوكي. ايه تقفل باب راي ولا ايش؟ برجع ماني قادر. ومحطوط لي السنايبر اصلا. ما هو سنايبر. رشاش. تدرون من حاشرني حاشرني وراي اخوياي ابغى ارجع مو مخليني جاك الله نك الله يقطع ذا الوجه يا نك صفر فايدة من ذا نك بس انه ماسكني ورا وانا شلتهم كلهم خلص يا ابو نار هات السلاحة طيب هنا ما في شيء يمكن في كولكتبل اوه قاعد اجمع كولكتبلز هذا الشابتر هذا اوه صاروا زومبي ايش الاشكال شغل عليهم النار طير سلاحي ها
يوجع. زومبي معضل. وش ذا الزومبي معضل؟ يا نيك تعال. الله يقلع وجهك. ول ول زومبي معضل. لا 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 بالغلط بالغلط بالغلط. معنك تستاهل يا نيك، والله انك تستاهل تصدق. مو بالغلط متعمد. هيه وقف. شو قاعد يطيح علي؟ كأنه مصارع من جد. والله جامد سوالي ضربة كذا طيح علي. نفتح الباب. هذا شوي ضعوف. انك مع رشاش متخبي ورا الجزار، يعني شيء حاجه في منتهى القرف. ابغى شو اسمه. يا سلام. ما ادري راسه ولا جسمه ياثر اكثر، المهم انه خلص سلاحي. تعال يا نك يا معفن، تعال يا حقير. شو كيف يضربني؟ في الاخير سست لحالي مع انه كان معي جروب كامل. اروح المستشفى. انا بروح المستشفى عشان سي 4. فجأة صاروا كلهم معي. هلا بالعيال. اي والله وذا. ما عندي اسلحة ابدا. حلو. عب ولا اشيلهم. يقول I did not sign up for this، يعني ما جيت معاكم عشان هذا الشيء. على اساس انك تختار يعني ايش توا sign up for يعني. انا نشحن دام ان عندي رصاص لا نهائي. وين في؟ اشتغل منبه. ما في الا قوة حرق. ما
مات؟ اوكي مات. وين بعد فيه؟ اه يستنوني الشباب. طيب ادخلوا يلا، ولا ادخل لحالي. شد جن ما ابغى شد جن، هذا كويس. اه ما يعرفون يرفسون الباب، انا بس ارفس الباب. Let's split up. We'll check the west side. Ivan, you take the east. يروحون المكان الغربي وحن انا بروح الشرقي. نتقسم. Yes, sir. مين الحمار اللي معاي؟ جيم. اوكي وانت خذ معك نيك. نيك ذاك. نيك خذ نيك، الله يهنيك بنيك. تعال يا جيم. ايفن ليتس جو. يقول لي ليتس جو. انا يقول لي ليتس جو. انت ليتس جو مع وجهك. اقعد. يا كرهي للزومبي. يا كرهي للزومبي. زومبي مصارع، بحرقك حرق، بخلص النار على مخك. ولا بيهمه، ولا كأنه صار شيء. قاعد كأني حاط له معطر جسم، مو بنار. خلص النار كله. مو بطبيعي. الاكس احسن من السيف؟ نجرب. ما شاء الله. تقفل الباب وراي. ما كأن معي جيم. ما كأن معي واحد اسمه جيم. والله لفجر عليكم هذه. ابلعوا. ابلعوا. يقول لي ليتس جو في الاخير يسحب علي. I can't get the jabbing. تعرفون اخوك صغير ولا اختك لما تقفل عليك وانت في المطبخ في صرصور ولا شيء؟ ما اقدر افتح الباب تقفل. هذا جم المعفن. لما اذبحهم كلهم يجيني فتحت الباب. خلنا نشيلهم واحد واحد. هبلع. باقي واحد الحين. بذبح الاخير. ايه قدرت اسلم. الله يلعن وجهك يا اخي. انقلع يا اخي. ايش ما فيك يا اخي؟ قاعد عند الباب. شكلك يا معفن غبي بزر. الله قهرني قسم بالله قهرني. يقول لي ايفن ليتس جو. الله قهرت. باور از اوت. There should be emergency generator. انطم. It's a hospital for Christ. اص. ولا كلمة، ما ابغى اسمع منك شيء. انا اتفاهم. يا زينك والله. على الاقل ما قفل علي الباب. قال كنت تعبان. كنت تعبان. Oh,
يعني الأولى مشيناها، الثانية أنا فاتحة قدامك، تسكر وراي أشوفك أنا أشوفك حركات. اللعنة أبو شكل يا شيخ اللعبان. إيش الفائدة نتقسم؟ الحين إيش الفائدة نتقسم؟ قولوا لي روح لحالك وحنا بروح لحالنا. يعطوني واحد كذا بين يقفل على الباب. عم الغباء عم العفانة. خذ معطر جسم. ابغى فنش الاول، ابغى فنش المصارع جات للضرب لهذا يا شيخ. ابغى اشوفه هو عند الباب. دقيقه، ابغى اصوب على الباب وانا اذبح ذا الثاني. يا شيخ وخر وخر وخر، والله لا ماني الا والباب طالع في الكاميرا. شو الباب؟ شو الباب؟ يفتح الباب الحين. افتح. لين افتح الجنريتر بعد. شوف كيف بفتح الباب، كذا. وينك يا؟ وين رحنا؟ جيم؟ زعل علي يعني؟ شوف وين واقف. اجل انا انقهرت. انا مقهور. ويتمشى على روحة اهله حسب انه. طلعت من الفريم من العصبية. الحين بيقفل علينا. اصلا سير تقفل وانا مدري بالغلط. يا عمي لو زي قلته، لو ما يذبح احد بس انه على الاقل واقف معاي. اما انه انا اشيلهم كلهم لحالي بعدين يجي. مشكلة شتم كلهم انا يعني، ما سوى شيء زي قلته هو. انا قاعد افنشها وقاعد يضرب عليها يا زاد. انا اللي ساعدتك. بوس ولا كلاب؟ وشو بيندمجون مع بعض؟ قص راسه. هذا الهل اللي انت تسحب عليه وتخليني لحالي. يقول لي what the hell all of this. No, sir. More like they were incubating them, mutating organisms. They're still alive. Christ! Finish your sweep. Get out of there ASAP. هاي تقفل الباب. تي. تي. الباب تقفل. سبحان الله هذا الباب ما يتقفل غير. وأنا الحالي جم هناك يتفرج. إيش صار؟ إيش صار؟ يا اخي اسكت يا منبع. طبعا لحالي انا قاعد، ما في واحد اسمه جيم معي. اصلا اكتشفنا قبل شوي انه زي قلته يعني. وجوده زي عدمه.
حلو شلتهم كلهم. كولكتبل. انا اقول شو ذا اللي قاعد طلع لي عشان اشيله. يا شيخ. مش اللي يكلمه هو وانا اللي قاعد اسوي كل شيء. كلمني انا. طيب حطوا الجهاز الراديو فيني انا. اسف والله عصبت بس من حقي يا اخي. هو مش معي ابدا والحين هو جاي يفتح الباب. تستاهل تستاهل. برد خاطري فيك. يا شيخ الله انك تستاهل. عادي عادي انا عادي اموت ما عندي مشكله. والله زعيم كبير. طيب عشان اشغل فيه النار بسرعه. ول يطول يده. يبالي غريب ليش ما يضرب؟ ليش ما يضرب غريبة؟ والسنايبر ما يأثر فيه أبد. سنايبر ما يأثر فيه. حلو سبق له بالجرنيت. طيب وبعدين يعني خلصت اسلحتي وذا قاعد يتلف يتفرج فيني. ول 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 قوم 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 قوم. ول 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 ول. والله الفاس جامد. ضيعت اسلحتي على الفاضي. موت. Thank you.
احسن تستاهل يدك. طقك غير مأسوف عليك. شكرا انك ذبحت لي نك فكيتني منه. شكرا. مش نك اسمه جيم. والله حس ضيعت اسلحتي كلها على الفاضي. طلع الفاس مره جامد. I lost biometric readings on Nick. He's down. And I don't even know what it was that killed him. Stella, can you get into this system? I can try. Captain, plug your exosuit data link into the server. متذكرينا؟ I'm in. These look like Soviet government reports to the bioreparat. تقارير سوفيتية. Got it. Cancer formation in the stem cells is subject to transgenic medicine. I assume those were some of their patients back there. Big Mouse was the SWORD's bioweapon specialist. سلاح بيولوجي. Used against the Russians and testing it on civilians, like he did in Panama. قاعدين يجربونه في الأبرياء. Hold it. Big Mouse. Grundler Saha. C4. C4. Why are they on the subject list? اثنين منهم شلناهم اللي هو بيج ماوس. Ivan. The Soviet government originated the program, then abandoned it in 1990, but the Saad kept it running. The girl, C4, apparently had a natural resistance to the bioweapon. عندها مقاومة طبيعية للسلاح البيولوجي. يستعملون دمها عشان يطلعون الأشياء هذه. أوكي. Halfway up the mountain ahead, there's a brightly lit area. Considering we're under a global power outage, I'd say that's a fairly good indication of enemy presence. You and Delta should recon the sector ASAP. C4, hello. فز قلبي ولا ذبحتك. هو اللي رباها علمها. مو من قلبها. انا اعرف مو من قلبها. صوت كيو. Somebody dropped that building in the wrong place. Actually that area was created for tourists and western dignitaries for recreational purposes. I'm down with that. فاضيين يضحكون. طيب بس يا شباب كان المقطع اليوم. اتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما استمتعت باللعب. المنطقة الجديدة كالعادة تكون في المقطع القادم. فبس اشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.